هنا في هذه السيارة المزودة بإطار من القماش يبيت النازح السوري خضر حمادي مع زوجته وطفليه الرضيعين، حيث لم يجدوا خيمة تأويهم. في منطقة موحلة بأحد مخيمات عزاز شمال غرب سوريا، تحول سيارة خضر، وهي سيارة صغيرة من نوع فان، إلى خيمة بعد أن استخدمها للفرار مع عائلته من قصف نظام الأسد على أدلب قبل 3 سنوات. نحن ما عدنا خيمة يوتينا، ومن سوينا الآلية هاي خيمة لينا، ونأكل ونشرب ونتحمم يوتينا، وكل شيء هنا وننام يوتينا، ومعونات دعت تجي قليلة، ما دعت تجينا معونات ولاش. مع تجدد الحملة العسكرية للنظام الروسي على أدلب خلال الأشهر الماضية، انضم أقارب خضر الذين نزحوا هرباً من القصف له ولأسرته، ليزيد عدد القاطنين في السيارة بسبب عدم حصولهم على خيمة. هاي نعيش بيها ونأكل بيها، ومراتش يصير شغل نشتغل بيها، ونعيشين بيها وننام بيها، ونتحرك من منطقة لمنطقة بيها مثل منزل متحرك. هاي عبارة، ومن البرد والمطر ونوبات المطر يفوت جو علينا، وبرد بيها كثير كأنها قاعدين بتشول ما تدفي خالص. السيارة التي جعلها خضر مثل بيت متنقل بقيت صالحة للسير، ما يجعله على أهبة الاستعداد في أي لحظة للفرار بعائلته من تجدد القصف. بينما تناضل الأسر السورية الهاربة من الموت للبحث عن ملجأ أثناء تحركها باتجاه عزاز، والتي تبعد نحو 6 كيلومترات عن الحدود التركية، ينضم إلى حمادي وأسرته عشرات الأشخاص الآخرين في موجة نزوح من إدلب، وصفتها منظمات محلية ودولية بأنها الأكبر منذ بدء القصف.